عايزين بقى نبدأ معاكي فكرة الأبراج اللي معروف إن هي جدعة وإن هي صاحبة صاحبها قوي. يعني عايزين نتكلم عن الصحاب. أه أيوة. بالظبط. أوكي. الصحاب مش عايزة أخش. صاحب. مبدئياً إحنا الفترة الأخيرة، أوكي، الصحاب ما بقوش مع بعض زي الأول. خالص. ما بقاش في خير أوريدي ما بين الناس وبعضها. صح. أوكي. وبقى كل واحد طاقته على قده. محدش عنده طاقة ان هو يستحمل اللي قدامه او ان هو يعني يستحمله، ان هو يسمعه، ان هو يفيده. فمؤخرا كل واحد فينا طاقته على قدها، فما كانش البرج ده ماشي مع البرج ده، هتلاقي صاحب ده لو حد جاي بيتكلمه في موضوع او متنرفز شوية هتلاقيه قام شايط. اوكي. مش مستحمله، ما عندوش طاقة. حلو قوي. فالفترة الأخيرة بقى دوت كتير قوي. فتعالوا نتكلم مين ابراج مع مين تنفع. ايه الابراج اللي ينفع يبقوا اصحاب والابراج اللي ما ينفعش وبيستحملوا بعض، وايه الابراج اللي ما ينفعش تبقى اصحاب؟ فاحنا هنتكلم دلوقتي عن البنات ولا عن الولاد؟ زي ما انت. انا بنبدا بالبنات دايما. اوكي. نبدا بالبنات. نيجي نمسكهم برج برج. دايما نبتدي بالحمل. ماشي. ست الحمل دايما بتحب الابراج القوس والاسد والحوت. وتحب الجدي، بتحب الناس الضعيفة اللي هي تقدر تسيطر عليهم. هو الحوت ضعيف؟ ست الحمل. الست الحمل بتحب ان هي تعرف الابراج القوس او اسد اللي هي من ضمن الابراج. الحوت الحوت في الرجاله هي دايما رجل. بتحب صحاب الولاد. بتحب صحوبيه الولاد. ست الحمل دايما بتميل لان صحابها يبقوا ولاد اكتر من بنات. بتلاقي نفسها اكتر مع الولاد. هو راجل الحوت ضعيف بالنسبه لست الحمل. انا مش عماليش صحاب حمل. انا بحبهم.